احنا عندنا كرامة وعندنا قيمة، وراح انقلكم رسالة من الإمام الحجة. اسمعوني، وهذه رسالة إلى المراجع في النجف، إلى المتدينين في إيران ولبنان، إلى المتدينين والحوثيين في اليمن، إلى كل بقاع العالم. قبل 10 أيام كان بعض النسوة، نساء يعملن في معمل للحلويات في موسكو، بالليل ذني طلعن الساعة 12 بالليل. من يطلع 12 بالليل اكو باص خاص بيهن من هاي الشركة يوصلهن الى بيوتهن. في احد الليالي قبل 10 أيام صعدا ذن النساء الى السيارة، وجدا شابا جميلا يرتدي الثياب العربية القديمة، وكانت نظيفة الثياب، وذاءت ريحة طيبة لم يحدها من قبل، هذه لم يشمن هذه الريحة الرائحة على الاطلاق. فكان يتمتم الله اكبر الله اكبر، فقال له تريد تفجرنا انت باللهجة العامية، دخيلك يعني انه هذا ان النسوة لا تفجرنا. قال انا ليس ارهابيا، انا مسلما، وهذه دليل على ان الارهابيين ليس مسلمين، انا مسلم وليس ارهابي. فحكوا وياهن باللغة الروسية الطليقة المخالية من اللكنة، حكوا وياهن اطمئنن. فقال لهن انت طيبات، ينقلن هذه المرأة المسنة اللي عمرها 60 سنة تنقل مع 50 بالباص. يقول كان لطيفا جميلا لم نعهد انسانا مثله على الاطلاق. بقت هذه الرائحة الطيبة لخمسة ايام في السيارة، والناس جعلت السيارة مزارا. خش، هذه المرأة اجا احد الناس من روسيا، الروس خابروني مرتي تحكي وياها فمسجل الكلام، راح اطلع لكم على التلفزيون، بتها تنقل الحادثة بكاملة كلمة واحدة، وهذا القرآن لم تعرف عربي، تعرف روسي وانجليزي. تقول قال انا سترونني عن قريب على شاشة التلفاز، سترونني فاعينونني ان اذا رأيتموني عن قريب. هذا يحكي ونساء عمرهم كل واحدة 50 سنة و60 سنة، سترونني عن قريب، غدا سترونني، يعني غدا مو غدا باكر، يعني غدا الهمت، غدا سترونني انا مخلصكم. كانوا يصورون عيسى بن مريم. الامام لن يكذب حاشاه، ولن يتشبه فيه الشيطان. لماذا اراد ان ينقل هذه الحالة؟ فادهشت روسيا بهذه الحالة، والمدينة كلها تحج لهذه السيارة التي كان يقلها هذا الشاب. يقول وصلنا الى مكان هاي العجوز السولف، قال لنا اوقفوا مكان ما بي حدا، واذا يترجل ويختفي. سؤال اسألكم، شو ما يجي لعدنا وما يحكي ويانا، العدش قد زعلان علينا؟ تمام، واضح. يمشي للروس او يمشي للالمان او يمشي للناس بالصحراء، يقولهم انا طالع، ما يجي لينا لان ريحتنا ما يفيد لها اي عطور، ريحتنا نتنا من افعالنا ومصايبنا وكذبنا ونميمتنا وزنانا وقتلنا. ولذلك اخوان، هذه رسالة الامام الحجة يقرئكم السلام انه قادم. وعندي رسالة ثانية ما اقدر اطلع عليها، بها هجيمة لبيوتكم، كونوا على بينة، راح اطلعها بالتلفزيون وراح تسمعون حكي الروسية. بتها اللي هي طبيبة تحكي عن امام ما تعرفه، تقول هو عيسى بن مريم احنا نتصوره، لان ما عندنا واحد اسمه محمد المهدي. فقلت لها هذا محمد المهدي عجل الله فرجه.